وبتواجد كبير هنا ملعب بولار الى الامام، محاوله من الجهات اليمنى هنا العرضيه التي اساسيا هنا في هذه المباراه الى الامام، هنا المحاوله طوبة اماميه لمصلحه ريناتو سانشيز الى الامام، لكن هناك صافره موجوده لا توجد الارقام ثبات الارقام. من جديد المحاوله قائمه، كيليان مبابي هنا كره ملعوبه، كاد ان يسجل وكاد ان يصل، كاد ان يعبر في اللقطه وفي المحاوله الماضيه لكنها مضت هذه. بدا عرض نيمار، هنا كيليان مبابي من اليسار يمضي بكره داخل منطقه الجزاء، حكم المباراه يامر بالاستمرار، الكره تعود لمصلحه ساني، ساني من هذا المكان، ساني ساني يسعى، ساني ياتي بكره لكن الى خارج ارضيه الملعب، رميه جانبيه عن مدى، هنا كره الى كيليان مبابي، خطير المحاوله، قمصان البيضاء، الكره خطيره اماميه هنا نونو من ولغيره من الفرق، هنا كرة إلى الأمام، خطأ خطأ موجود لمصلحة نيمار، الخطأ موجود لمصلحة نيمار في هذه الكرة وفي هذه مصلحة بيبلي، يأتي بكرة ملعوبة أمامية، بحثوا عن صناعة التاريخ على مستوى بطولة أمامية لكنها تبعد فرصة بعد ذلك في تي. ريناتو سانشيز من اليمين، العرضية المرسلة، حكم المباراة مرة أخرى، كرة ملعوبة أمامية، خطأ موجود على نيمار، الخطأ موجود على نيمار، وبالتالي بأمر مباشر من جانب حكم، لكن يصعب قطعها من قبل المدافعين، يصعب جدا هذا الأمر ويشق على المدافعين ذلك. نعم يا نيمار، خطأ هنا وبطاقة صفراء في من اليسار، الانطلاقة العرضية المرسلة، الله جول لمبابي، يسجل أول أهداف المباراة بقدم كيليان بأمر مبابي، يأتي بأول أهداف المباراة وبأول كرة سان جيرمان، مرة أخرى بطاقة صفراء، ممكن البرازيلي نيمار يتقدم لكرة ملعوبة أمامية بعيدة يا نيمار إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة وفي المحاولة الماضية إلى ركلة مرمى، هنا كرة إلى مبابي، مبابي الكرة الملعوبة، الله 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 الله، جول لنيمار مرة أخرى يا باريس، مرة أخرى هي باريس، هذه المرة عن طريق نيمار، هذه المرة عن طريق البرازيلي نيمار الذي يسجل، لكن يا له من تناغم إلى الأمام هنا، الله جول يا مبابي، واحد من أجمل الأهداف، من أجمل الكرات ومن أجمل التحركات يا مبابي، يا لها من الى كارلوس سولير، سولير والكره العوده الى الوراء، نيمار يا الله، يا ساتر على الكره الماضيه، يا ساتر على الكره الماضيه، على الكره مستمره، مره اخرى من اليسار العرضيه، الله، يا لها من كره لكنها مضت والى خارج ارضيه الملعب بعد ذلك، بل هناك المخالفه بامر من حق، كره ملعوبه الى الامام، هنا رابع الضربات لكن إلى خارج أرضية البطولات، هنا كرة للهاتريك 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 للهاتريك، الله، أنا لا أقوى على ذلك يا مبابي، المنافس لا يقوى على ذلك، على كل هذه الكرات، على كل هذه الأهداف المسجلة، الهاتريك يسجل يا Hey Gunners fans, welcome back to our channel. Today we have some big news to share with you. We are excited to announce the signing of 22-year-old Polish international defender, Jakub Kiwior. Jakub has had a successful career so far, starting off in Poland with GKS Tychy, before moving to Belgium with Anderlecht, and then to Slovakian side FK Zilezjarne Podbrezowa. He then made the move to MSK Žilina, where he made 46 appearances over two seasons. His strong performances caught the attention of Italian club Spezia, where he made 43 appearances and even made his full international debut for Poland. He was also a part of the national team squad at the recent FIFA World Cup in Qatar. We are thrilled to have Jakub join our team. Sporting director Adu said, "We're delighted to have completed the signing of Jakub Kiwior.
He's a young talent who we've been monitoring for a while now. We are now all looking forward to working with Yakub and seeing his continued development with us. We welcome Yakub to Arsenal. Manager Mikel Arteta added, "It's great that Yakub is joining us. He's a young, versatile defender who has shown huge potential and qualities with Spezia in Serie A, and also at international level with Poland. Yakub is a player who will give us strength and quality to our defensive unit. We welcome Yakub and his family to Arsenal and look forward to working with him. Yakub will be wearing the number 15 shirt, and will be joining his new teammates for training immediately. We would like to welcome Yakub to the club and look forward to seeing him on the pitch. As always, don't forget to hit that subscribe button and turn on notifications so you never miss a video. And don't forget you can purchase Yakub's number 15 shirt now on our website. Thanks for watching and up the Arsenal."